السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لاعب الدولي المغربي نايف أكرد أول مباراة له هذا الموسم بعد رجوعه من الإصابة والتي بسببها لم يستطع التواجد مع المنتخب الوطني المغربي في آخر مباراتين وديتين، الشيء الذي أدخل الشك لدى مدرب المنتخب الوطني المغربي وليد الركراكي، بالإضافة إلى جميع المغاربة حول تواجده مع أسود الأطلس في مونديال قطر. وكانت أول مباراة يلعبها نايف مع فريقه الجديد ويست هام يونايتد، وقد صرح نايف بعد نهاية المقابلة: كنت أنتظر هذه اللحظة منذ تعرضت للإصابة، ولحسن حظي أصبت بعد فترة قصيرة من انضمامي للفريق، وكان قضاء شهرين بعيدا عن تدريب الفريق أمرا صعبا. أشكر كل من ساعدني على العودة، الطاقم الطبي وكذلك المنتخب الوطني. وأضاف أيضا: لطالما كنت أفكر بخوض كأس العالم، كان من الصعب اتخاذ قرار إجراء العملية الجراحية، لكني كنت أثق في قرار الطاقم الطبي، وأود أن أشكر الجراح الذي أجرى العملية. نشكركم على مشاهدتكم، المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر لايك ليصلكم كل جديد، وشكرا.